عندي القصة اللي بدأتها امبارح بتاعت قناة العربي اللي أذاعت برنامج عصير الكتب اللي بيقدمه بلال فضل، واستضافت أحمد صبحي منصور، قال على الصحابة، لا قال على الخلفاء الراشدين أنهم منافقين وأنهم مجموعة من الجواسيس وضعتهم قريش في طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يرد بلال فضل يعني لضعفه او لجهله او لموافقته على ما يقول صبحي منصور. وخرجنا من هذه القصه بان هناك توجه جديد في قناه العربي. ورجعت ان قناه العربي يملكها مين؟ عزم بشاره. وعزم بشاره ممول من مين؟ من امير قطر. فانا بقول تاني لكل المسلمين في كل مكان في العالم. في كل مكان في العالم ادعو المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. أمير قطر يدعم هؤلاء الذين ينقضون السنة. أمير قطر يدعم بأموال قطر الهجوم على الخلفاء الراشدين المهديين. أمير قطر دافعا وداعما لعزم بشارة صاحب قناة العربي أن يقوم بهدم السنة من الداخل، وتوضيح من خلال برامج محددة أن الخلفاء الراشدين مجموعة من المنافقين معاذ الله. قيل هذا في قناة العربي التي تنطلق من لندن، واللي برأسها عزمي بشارة الصهيوني الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية. إلى كل المسلمين في أرجاء المعمورة، أمير دولة قطر بيستخدم أموال قطر في إطلاق محطة فضائية اسمها قناة العربي، بيرأسها إسرائيلي يحمل الجنسية الإسرائيلية، عضو الكنيسة الإسرائيلي، وأقسم قسم الولاء لدولة إسرائيل أن يكون رئيسا لقناة اسمها العربي بتبث برامج هذه القناة الهدف منها هدم السنة النبوية وهدم الخلفاء الراشدين وإهالة التراب على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. بأموال مين؟ بأموال قطر. هل لا سمعنا صوت القرضاوي؟ هل لا سمعنا صوت هؤلاء الذين يغنجون بتغريداتهم في كل يوم بيهاجمون مصر والسعودية والإمارات والبحرين؟ أسأل أين صوت المسلم القطري؟ أين صوت هؤلاء المغردون القطريون؟ أموال قطر خصصت وجهت لهجمة شرسة هي الأكبر هي الأخطر على الدين الإسلامي والسنة النبوية وعلى الخلفاء الراشدين الذين وصفوا في هذه القناة بأنهم مجموعة من المنافقين وبأنهم مجموعة من الجواسيس. أنا أقول إن عزم بشارة رئيس هذه القناة صهيوني إسرائيلي، ولاؤه فقط لدولة إسرائيل، ده مش كلامي. تعالوا نشوفوا يمين القسم اللي أقسم به عزم بشارة داخل الكنيسة الإسرائيلية. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת, מזכיר הכנסת. קולט אביטל, רוחמה אברהם, יואל יולי אדלשטיין, יעקב אדרי, אהוד אולמרט, חיים אורון, עזמי בשארה, עמל גבריאלי, עזמי בשארה, עמל גבריאלי. מותפקים, דה עזמי בשארה, אהודמנה, לאל נעם אוקסם. يقسم بإيه؟ كان قاعد باريس فوق، الولاء لدولة إسرائيل، قال أقسم. يبقى كل ما يقوم به لمصلحة دولة إسرائيل. ده مستشار سياسي لأمير قطر، رئيس مجلس إدارة قناة العربي، اللي بدأت خلال الفترة الحالية تعمل إيه؟ تهاجم السنة بدراوة من خلال مخطط إسرائيلي للإتيان على السنة من الداخل. تعالوا نشوفوا بقى قال إيه عزمي بشارة من خلال التغريدات. هو عبد الرحمن القرضاوي، الشاعر عبد الرحمن القرضاوي ابن يوسف القرضاوي، بيقول ايه؟ بيقول لعزم بشارة الاول، بيقول يا عزم بشارة،
ثقافة النخبة غير الديمقراطية سواء كانت من العلمانيين أم الإسلاميين، واستعدادهم لاستخدام التحريض والافتراءات في التعبئة ضد الآخر، ومن ثم خلق الاستقطاب والشروخ الاجتماعية وتجهيل المجتمع بدل تثقيفه، ليست فقط من أهم عوائق التحول الديمقراطي بل من أهم عوائق تمدد مجتمعاتنا عموما. بيدافع عن إيه؟ بيدافع عن ما قيل في قناة العربي قولا واحدا. انا بس قلت الاول مين عزم بشاره وجبت لكم يمين قسمه، وادي دفاعه عما جرى في قناه العرب. رد عليه مين؟ ابن يوسف القرضاوي. قال له ايه؟ قال له اجدت وصف الداء. بيقول لعزم بشاره ابحث عن الدواء وعالج نفسك، لا احد يحتاج هذا العلاج اكتر منك. اختلفوا مع بعض، كان عبد الرحمن يوسف كان شغال عنده، اختلفوا مع بعض فقال له انت مريض عايز تتعالج. ليه؟ لانه بيدافع عما جرى في قناه العربي. عبد الرحمن يوسف بسأل عبد الرحمن يوسف بقول له يا عبد الرحمن، تاني اللي قلته امبارح، اتصل ارفع التليفون وكلم والدك. موجود فين والدك؟ قاعد على حجر امير قطر بياخد منه فلوس. قول لابوك يقول لامير قطر وقف الفلوس عن عزمي. الموضوع بسيط. يعني انتوا بتمثلوا علينا الفيلم. عبد الرحمن يوسف القرضاوي يبدو هنا مدافعا عن الدين، حلو قوي، موافق. وعزم بشاره ضد الدين، برضه موافق. بيتخانقوا مع بعض؟ لا، عبد الرحمن كلم ابوك في التليفون يوسف القرضاوي اللي قاعد عند امير قطر، قول للامير قطر وقف دعمك لعزمي بشاره. مين اللي بيصرف على عزمي؟ امير قطر. مين اللي بيصرف على ابوك؟ امير قطر. مين مستشار ابوك السياسي؟ عزمي بشاره. مين مستشار امير قطر الديني؟ ابوك. الموضوع بسيط. يعني احنا تمثيليه بيقوم كل واحد فيها بدور، هذا الدور الضحك علينا، لكن احنا لا هم بالمرصاد. ده شغل صياعه، شغل صياعه اعتقد انه لن ينطلي على احد من العاقلين. هات لي التوتات يا ابني التاني اللي عندك. عزم بشاره تاني، في المعسكر المناهض للاستبداد تجد من يعارضه مدفوعا بقيم الحريه والكرامه الانسانيه وحقوق الانسان له ولغيره. يعني في الناس اللي بيتكلموا على ضد الاستبداد في ناس صادقه، وتجد ايضا معارضين متضررين منه هدفهم اطاحته وإقامة استبدادهم مكانه. بيتكلم يعني إيه الكلام اللي بتاعه ده اللي هو عامل مثقف؟ يعني بيقول إن الناس اللي واقفين ضد الظلم والاستبداد نوعين، نوع مؤمن بجد إن هو ضد الظلم والاستبداد، والنوع الآخر بيقول كده بس لغاية ما يشيل المستبد عشان يجي مكانه يبقى مستبد. قصده مين؟ قصده الإخوان. ما اختلفوا مع بعض؟ أنا مش عارف أمير قطر هيعمل إيه في الورطة. أمير قطر في ورطة بين ممارسات غلامه وخادمه عزم بشارة، لأن الفلوس دي فلوس أمير قطر، في ورطة بين ممارسات أمير قطر وبين اعتراضات ظاهرية لمين؟ للقرضاوي وابن القرضاوي والإخوان. هيعمل إيه أمير قطر؟ إيه اللي هيعمله؟ إن منتظرون. لكن أنا بقول أمير قطر غير قادر على الفعل. أمير قطر منزوع الأظافر والأنياب بلا فعل. هات لي التويتة اللي بعدها يا أستاذ. عزم بشاره برضه، ثقافه النخبه غير الديمقراطيه سواء كانت من العلمانيين او الاسلاميين، واستعدادهم لاستخدام التحريض والافتراءات في التعبئه ضد الاخر، ومن ثم خلق الاستقطاب والشروخ الاجتماعيه وتجهيل المجتمع بدل تثقيفه، ليست فقط من اهم عوائق التحول الديمقراطي بل من اهم عوائق تمدد مجتمعاتنا عموما. دي الدويته الاولانيه، لكنه بيصر على الدفاع عن ما جرى في العربي والهجوم على جماعه الاخوان. ده الجديد في الموضوع غيره يا استاذ. احمد جابر محمد بيرد على التويت اللي فاتت بيقول له وهل من الحريه الهجوم على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بما ليس فيهم؟ رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وتابعيهم الذين اتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه وجاهدوا في الله حق جهاده ونحسبهم عند الله من المخلصين، فمن اساء اليهم فانما اساء الى نفسه. ده مين؟ احمد جابر ده بيرد على مين؟ على عزمي بشاره غيره يا استاذ. عزمي بشاره رد تاني قال شكرا، لا هذا ليس من الحريه، والجمله قالها ضيف ولم يقلها التلفزيون العربي، ومع ذلك اعتذر الاخير. التلفزيون اعتذر وغيره بث الحادا وكفرا وتكفيرا وطائفيه ضمن سجالات بين اسلاميين وعلمانيين، واعتبرت حريه راي. الهجوم ليس على جمله بائسه وقائلها بل على من لم يقلها لمجرد انهم لا يهيمنون عليه. سب الصحابه اصبح عند عزم بشاره جمله بائسه.
بطلوه ده واسمعوه ده، هو ده عزم بشاره. غير يا استاذ يبرر رفض اي مشروع غير مشروعهم او ما يهيمنون عليه بحجج مثل حجج اي استبداد، وتفيد باحتكار تمثيل الوطن والقومية والدين والهوية. ليس الموضوع في هذه الحالة وحدة الصف في مواجهة الاستبداد، بل ضرورة تقبل هؤلاء للتعددية الفكرية والسياسية والترفع عن الاحقاد الشخصية والغيرة وغيرها. ده مين؟ ده عزم بشار شغال دفاع نفسه وبيشعر بالخطر، بيشعر بالخطر. خطر من مين؟ أكيد من أمير قطر. خلينا نشوف. طيب تعالوا شوفوا بلال فضل كاتب بيقول إيه. ده محمد الصغير بيقول، محمد الصغير الإخواني بيتكلم على بلال فضل بيقول إيه. من هو الأبلة الذي يتصور، ده بلال فضل، ده بلال فضل، دي التغريدة بتاعت بلال فضل. بيقول إيه، من هو الأبلة الذي يتصور أن الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكمبرس في تمثيلية، في تمثيلية مشهد النهاية فيها أن يدخل المسلمون فقط إلى الجنة؟ رد محمد الصغير قال، هذا هو مقدم البرنامج على شاشة التلفزيون العربي الذي استضاف صبحي منصور منكر السنة الذي وصف الخلفاء الراشدين بأنهم جواسيس حصولنا تهدى من الداخل. ده محمد الصغير وعى ببلال فضل، الإخوان وعوا ببلال فضل. بقول له يا بلال تستحق، تستاهل، لأن أنت مش متربي. تاني، بلال يستحق هجوم الإخوان لأنه أصلا مش متربي. الدكتور محمد عباس بيقول، اعتذار قبيح مرفوض، فهم يعرضون ما يريدون، فإذا مر فقد تم المطلوب، وإذا تنبه الناس واعترضوا نشروا اعتذارا، لكن الشرف لا يسفح مرتين، وليس يجزئ الزوجة القائنة أن تعتذر، هي مرة، فإن حدثت فقد انتهى الأمر وجب الرجم. أطلب من المؤمنين الذين يحبون الله ورسوله أن يقاطعوا القناة. ده مين اللي بيقول تم الاعتذار بعد أن هاجموها؟ ده مين؟ ده محمد عباس.